سعيا لتقليل استهلاك الكهرباء، قامت مجموعة من طلاب المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق بتصنيع النموذج الأولي لعمود إنارة يعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. من الشمس والرياح طاقة تنير آلاف الكيلومترات من شوارع مصر، ذلك باختصار هو حلم فريق من طلاب المعهد العالي للهندسة بأكاديمية الشروق، وبدأوا أول الطريق بتصنيع نموذج أولي لعمود ذاتي الإنارة. مشروعنا ببساطة عبارة عن عمود إنارة بيشتغل بالنظام الهجين، طاقة شمسية وطاقة رياح، مع وجود وصلات USB بحيث ممكن يستخدموها المارة في شحن الموبايل أثناء انتظار الأوتوبيس أو الميكروباصات. يتكون عمود الإنارة من طواحين هواء على شكل نصف أسطوانة لتوليد الطاقة من أقل سرعة الرياح، وألواح شمسية وبطارية لتخزين الكهرباء نهارا والإنارة ليلا. العمود بتاعنا ممكن يتحط في الأماكن الصحراوية اللي صعب شركة كهرباء توصل لعواميد فيها بكابلات، ممكن يتحط في الأماكن السياحية عشان العمود بتاعنا ممكن يستخدمه في الدعاية والإعلان وفي جميع محافظات مصر عشان هو نظام هجين في سولار ويند. ولعمود الإنارة الهجين مميزات كثيرة. الميزة الأولى للمشروع بتاعنا إن التربينة احنا مصممينها على سرعات رياح قليلة جدا تبدأ من 2 ل 4 متر في الثانية، ودي بتناسب على حسب خريطة رياح جميع أماكن أو محافظات مصر. تاني ميزة للمشروع بتاعنا النظام بتاعنا هجين سولار ويند عشان يناسب جميع محافظات مصر على حسب الطقس بتاع المكان نفسه، يعني مثلا أسوان فيها شمس عالية فهتبدأ نسبة السولار تبقى أعلى من نسبة الويند، شرم الشيخ هتبقى نسبة الويند قريبة من نسبة الرياح. ولضمان تكاليف الصيانة الدورية وتطبيق المشروع قام الفريق بتصميم مساحات إعلانية على ظهر التوربينات. المشروع بتاعنا اتكلف كتكلفة مبدئية 1650 جنيه، طبعا المشروع ده لو اتصنع بتصنيع عالي الجودة هيكلف 10000 جنيه، احنا عاملين دراسة جدوى ان المشروع ده ممكن يرجع ثمنه من الدعاية والإعلانات اللي احنا عاملينها خلال 2 لـ4 سنين على حسب سعر البيع، يعني ممكن الشركات تاخد المشروع ده تنور بيه الشوارع وتاخد منه حق انتفاع 10 سنين، سنتين بتسدد ثمنه وبعدين هي مستفيدة والدولة مستفيدة. العمود بتاعنا بيكون ارتفاعه من 3 لـ9 متر، كتصميم خد مننا 4 شهور، كتنفيذ خد مننا اسبوع، احنا شغالين على الفكره دي بقالنا سنتين ولسه بنطور فيها. الخطوه اللي جايه احنا عايزين نزود واي فاي في المشروع وكمان نحط انتنه اتصالات عشان الطرق اللي ما بقاش عليها شبكه.